أرحب بضيفي في الأستوديو السيد عبد العاطي الزروق، رئيس قسم البلاغات والاستكشاف بالهيئة العامة للبحث عن المفقودين. سيد عبد العاطي أرحب بك. أهلا وسهلا بك. نعم، بداية يعني سيد عبد العاطي، لو تطلعنا على الإحصائيات المكتشفة في طرهونة وعدد المقابر الجماعية. طبعا عدد البلاغات اللي موجودة في طرهونة اللي عملنا عليهم تقريبا لا إله إلا الله 8 مواقع تم العمل عليهم، تم استخراج 46 حالة في خلال من يوم 9/6 إلى اليوم. نعم. ما هي يعني أنت كرئيس قسم البلاغات، ما هي المهام المنوطة بهذا القسم؟ القسم هذا تسلم من البلاغات من أي جهة فيها اشتباه أن هي تكون في مقبرة جماعية، من مواطنين أو أي جهة من الدولة. آخر بلاغة طبعا وصلنا هذا في طرهونة من أحد المواطنين، تم العمل على مقبرة جماعية هذه اللي في منطقة ربط في طرهونة. نعم. سيد عبد العاطي، يعني هل سلمت اللجنة التقارير بهذه الإحصائيات للجهات المختصة بالدولة؟ طبعا في تواصل مع الطب الشرعي وفي تواصل مع النائب العام وفي تواصل يوميا عن طريق التقارير الأسبوعية أو اليومية. من ناحية أخرى، هل هناك تواصل بين اللجنة والأمم المتحدة والهيئات الأممية لرصد الانتهاكات؟ أكيد في تواصل، حتى قبل الإشكالية اللي صايرة هذه هذا في تواصل دائما مع المنظمات الدولية. نعم. يعني بصفتك كرئيس قسم البلاغات، ما هي المشاكل والمعوقات التي تحول دون عملكم يعني؟ والله المشاكل الموجودة طبعا في بالنسبة لهيئة المفقودين ما فيش حاجة واضحة، لكن العمل بعد المسافة أو إمكانيات الهيئة بحكم أن الهيئة مستحدثة جديدة. يعني هل تعانون مثلا يعني من نقص الكوادر البشرية أو المادية وما إلى ذلك؟ بالنسبة للكوادر الفنية موجودة متكاملة، لكن الإشكالية كلها في الموارد المالية بحكم أنها هيئة جديدة، ولحد الآن ما في الهيئة لم يدرج تدرج الميزانية تاعها 2020، فقاعدة الأمور المادية هي اللي سببتنا عرقلة في الشغل يعني. نعم، أشكرك سيد عبد العاطي الزروق، رئيس قسم البلاغات والاستكشاف بالهيئة العامة للبحث عن المفقودين. أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفي في الأستوديو.